في بعض الناس أيضا اخترعوا نظرية بسموها نظرية الإغماء، إنه فعلا كان المسيح على الصليب وظنوا أنه ميت، وعندما أخذوه إلى القبر من برودة القبر صحي، فكيف يصحى في هذه القوة ليظهر للتلاميذ؟ وكيف يكون هذا ونحن نعلم إنه الجند طعن قلب يسوع، يعني اخترق القلب وتمزق؟ وماذا عن 70 أو 75 رطل من الحنوط من المزيج المر والعود؟ يعني بيجبلوها بيخلطوها بيغمسوها في اللفائف، فهذه وحدها كفيلة إنه تخنق الجسد، فكيف ينسل من الجسد بدون ما تتمزق هذه اللفائف حتى تكون واضحة أمام الجميع؟ فطبعا هذه نظرية خاطئة.